من الشباب يجمعنا حب البحث العلمي. أتيحت لنا فرصة المشاركة في المسابقات الوطنية والعالمية المختصة في هذا المجال، وهكذا أدركنا المتعة الحقيقية الكامنة خلف اكتشاف العلم واستقصائه، وأدركنا أن الفرص التي أتيحت لنا وساعدتنا للوصول لأهدافنا هي من حق جميع الطلبة وليس فقط من حق فئة خاصة اختيرت بعناية. لذلك قررنا إنشاء مجموعة شبابية تطوعية تهدف إلى نشر ثقافة البحث العلمي عن طريق تعليم وتدريب الطلاب أسس وقواعد البحث، والتي تعد ثقافة جديدة على طلاب المدارس الذين لم تتاح لهم الفرصة لاكتشاف هذا العالم. قمنا باختيار مجموعة صغيرة مكونة من 35 طالبا وطالبة من الأقارب والأصدقاء، وقمنا بتخصيص منهج دراسي من المصادر التي حصلنا عليها من تجاربنا السابقة، وأضفنا إلى البرنامج الكثير من خبراتنا الشخصية. بنهاية البرنامج شارك كثير من الطلاب في التصفيات المحلية، وتمكن أحد المشاريع من تمثيل المملكة في مسابقة إنتل آيسف بالولايات المتحدة. فهتوسع مداركك للجامعة، عارف أنا في الجامعة إيش حسوي وإيش الميول اللي حروح له. كلنا شباب، في بعضنا ناس يعرف إنه هذا شيء ترى ترفيهي، وفي وقت الناس الوقت أنت بتتعلمي إنه فوض المجموعة حابة تساعد الغير. المجموعة هو إنه نحن في كلنا العلم نارة، كلنا بنساعد بعض عشان الخير ما بيوصل. طول بيلاقي في أحد بيساعده، بيوفر له المعلومات اللي يحتاجها. عمري ما كنت أعرف العمل الجماعي، لكن بعد ما دخلت حبيت العمل الجماعي، حتى صرت ما أحب العمل الفردي. مثلا التخصص اللي درسته في البحث حقي اتعلمت عنه حاجات ما كنت اعرفها قبل من المدرسة، يعني حاجات جديدة. اكتشفت انه صرت انظر للاشياء يعني بطريقة مختلفة، انه في شيء كنت احسبه زي الاشياء اللي احنا متعلمينها في المدرسة، سوي لي بحث بورقتين ابو ثلاثة، صار عندي خلفية اكبر. فزي ما في ناس ساعدوني فلازم انا اساعد الناس اللي بعدي. ايوه طبعا حساعد الناس، كنت ابغى ناس يوجهوني. الفكره ان احنا نبدا من مكان ما هم وقفوا، نحن نفيد اللي بعدنا حيجي. اكيد انه اذا اي احد طلب مني مساعده في البحث العلمي حساعده بكل اللي انا تعلمته. ساعدونا يعني كانسان جات المساعده من ناس زي، اتمنى بصراحه اني اوصل هذه المعلومات اللي جاتني لاشخاص ثانيين يستفيدوا منها. لما دخلت البحث العلمي شفت اللي انا زرعته، شفت اللي انا سويته قدامي. دارس يعني علم محفوظ، انت بتاخذي كتاب وبتدرسيه خلاص تحفظيه، وفي نهايه الترم ممكن تنسيه. اما يعني انا لو التجربه اللي عملتها لين دحين فاكرها، حتى لو مرت عليها سنه سنتين فاكر كل شيء فاكر. صراحه ما توقعت انه البحث العلمي ممكن يغير شيء في حياتي، والحمد لله انه انا كنت واحده من الفريق السعودي اللي اتنافس في بيتسبرغ في انتل آيسف 2012. مره عجبتني فكره المجموعه، والعجبنا أكثر أنه كان كل المشرفين من نفس الجيل، من نفس طريقة التفكير. كان الفوارق أقل بيننا، المعلومة حتوصل أسهل، وأنا حرتاح نفسياً، يعني ما حتكون في حواجز كثيرة. أنا شايفة أنه هذه الفكرة فكرة رائدة جداً، حيث أنهم اقتطعوا من أوقاتهم وبذلوا مجهودات واسعة على أنهم يساعدونا. تحيلكم. في مرة كمان واحدة من المحاضرات حطوا لنا فيديو حق السنة اللي فاتت، الناس اللي تأهلوا وراحوا آيسي، فكان مرة هذا أقوى، يعني أقوى شيء حمسنا كلنا. ورونك كان في المشرف، كان المشرف ما كان يهتم اهتمام كامل بالبحث، انه ما كان في دعم كافي. ممكن المشرفين حقون المجموعه دعمونا وحفزونا، لكن اغلب المراكز الثانيه ما اهتمت يعني بشكل كبير الا باللي بيوصل للنهائيه. لازم انه انا ازور مراكز التوحد، بما انه الجهه غير موثوقه بالنسبه لهم، فكنت اواجه صعوبه في انه انا اجيب تصريح وانه انا ادخل وحتى يصل نفع هذه المبادرة لشريحة اكبر وباسلوب اكثر فعالية، رؤيتنا المستقبلية هي ان يتم تطبيق البرنامج التدريبي عن طريق الانترنت، حيث يتم تصميم موقع الكتروني يضم قسمين. القسم الاول ذو توجه تعليمي يحتوي على مسارين مختلفين. المسار الاول وهو مسار الطالب، حيث يجد فيه الكثير من المصادر والمعلومات التي تشرح له البحث العلمي بكل وضوح. أما المسار الثاني هو مسار المدرب، وهو لأي شخص يرى أنه قادر على تدريب الطلاب على أسس البحث ويستطيع الإجابة على الأسئلة المتعلقة بذلك. القسم الثاني للموقع يشمل توفير شبكة تواصل بين المشرفين الأكاديميين والطلاب والمدربين، حيث يقوم كل مشرف أكاديمي بفتح ملف تعريفي عن نفسه يطرح فيه خبراته السابقة ومجالاته البحثية، كما يوجد نظام يقيم فيه المشرفين من قبل الطلاب،
وذلك لإنشاء قاعدة بيانات تربط الطلاب مع مشرفين يتناسبون مع طريقة تعلمهم. وكاقتراح مستقبلي، يحتوي الموقع أيضا على ميزة البحث عن داعمين للأبحاث التي يعمل عليها الطلاب. ويقينا بأن هذه المبادرة هي تطبيق لنظرية التنمية المستدامة التي تتحقق عن طريق تعاون كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والأفراد في المجتمع، فإننا أطلقنا لقب منارة على هذا المشروع التعليمي. وبنينا المجد بجدارة، فلكم طب وعمارة.